شيق ان شاء الله غيكون شيق ان شاء الله بكم تمايا. كنشكروا الفاعلين الجمعويين اللي حاضرين والشكر الخاص للامهات اللي تمحنوا مع ولاداتهم. لا اللي عنده وعاق عنده بركه في الدار هذه ديال الطوال ديالو عند الله سبحانه وتعالى. تحيه لكم. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في حفل تكريم الأمهات أطفال في وضعية إعاقة. اليوم بمناسبة اليوم الوطني للمطالبة الأشخاص في وضعية إعاقة بحقوقهم كنحتفلوا بأمهات، أمهات مميزات لأنهم أمهات يكافحن من أجل أبنائهن، أرامل، مطلقات، أمهات بكل الظروف القصوى استطاعوا أنهم يخرجوا أولادهم، يقريوهم، يعلموهم، بغوهم يكونوا فاعلين في المجتمع. وبهذه المناسبة اليوم نداءنا للمسؤولين بكل القطاعات، الصحة، التعليم، الإسكان، كل القطاعات، ولكل المجتمع المدني، للجمعيات العاملة في الإعاقة ولكل الجمعيات، نكونوا إيد وحدة باش ما نبقاوش في هذه العراقيل اللي كيعيشوها الأمهات الأشخاص في وضعية إعاقة واللي كيعيشوها الأشخاص في وضعية إعاقة. ونداءنا للمسؤولين، بالأمس كانت الحملة ديال رصيف والوج، حملة اللي حنا استحسناها شيئا ما، ولو ما كناش حاضرين للتنسيقات، ولكن الحمد لله هي بداية، البدايات كنتمناو تكون مزيانة. اليوم وحنا كندخلوا للقاعة ديال دار الثقافة لقيناها والوجة، لقينا رصيف دار الثقافة والوج، وهذا الشيء من ذاك السنة وحنا كنطالبوا به، ولكن اليوم اللي تحقق هذه راه شي حاجة مزيانة. نداءنا لكل المسؤولين يحدوا نفس الحدوة اللي يخدموا نفس العمل اللي خدمت به دار الثقافة، ونشوفوا كل إداراتنا والوجة، حدائقنا والوجة، رصيفنا والوج، مصحاتنا والوجة، ماشي غير نولجوا ندخلوا للسبيطار، ولكن حتى الناس ديال السبيطار يتعاملوا بخصوصية ديال ديك الأمهات اللي عندهم أطفال في وضعية إعاقة. ملي كتوصل الأم راه ما غاداش غير مريضة، راه هي من الجانب النفسي والعضوي. ونداءنا للجميع أننا نكونوا إيد وحدة باش الشخص في وضعية إعاقة يتمثل بالحقوق ديالو. ومع هذا المنبر كنشكروا كل مساندي الجمعيات، كلنا معاك، كل الجرائد الإلكترونية ورأسها الجهوية بريس، وكل الناس اللي كيساهموا مع الجمعية في السراء والضراء، الناس اللي كيكونوا في الصورة والناس اللي ما كيكونوش في الصورة، كنشكروا الكل، شكرا لكم. كنشكر الجمعية، وأنا عندي واحد الولد مريض معاق، وكنطلب من جميع المسؤولين زعما شي يوقفوا معايا، بغيت نقريه وداك الشيء، وزعما ما مخلياش جهدي عليه، وبغيت الأبواب، جميع الأبواب يتفتحوا لي زعما باش نقري ولدي، ما بغيتوش يضيع عليا، وكنشكر الجمعية.
نقول لك ولدي بالنسبه انا نعرفك بهذاك نعرفك المشكل اللي عندي. انا عندي جوج ديال الدراري مراض بلاميوباتي وكتعرف شنو هي الهوميوباتي؟ هي ارتخاء العضلات، يعني واحد الاعاقه اللي ماشي اعاقه في بلاصه وحده، مثلا رجلين هذه اعاقه مرضيه اللي تقدر تطلع اليدات كامله، كتبدا بالرجلين بلي مومبغان مثلا اليدين الرجلين، تقدر تطلع للقلب، تقدر تطلع للسد، تقدر تطلع للنسل، يعني عرفتي شنو هي العضله؟ يعني عندنا كلها عضله. وكتعرف الام كيفاش كتعين؟ كانوا عندها جوج في الدار بحال هكا. انا عندي الكبير عنده 21 عام، هذا الصغير عنده 11 عام، وصل الكبير انه دار كروسه واليدين داو تاهما كيتقالوا عليه، يعني خصني نقلبو، خصني نلبسو حوايجو، خصني ندير ليه، يعني اش نقول لك؟ الام كتعاني مع هاد الوليدات، ولكن الحمد لله كلشي باجره. اللي المعاناه اللي كنعانيو منها هي اللي هي الهولوجيات. ولدي كيقرا هاد الكبير، اش نقول لك؟ راه كيقرا في لي فيستي، كيدير الهندسه السيكل دانجينيوريتي، وما لقاش مساعدات. مثلا خسرت لي كروسه الكتريك، خصو هاد الكروسه الكتريك، حيت اليدين وداك الشيء كتعرف هادو كيعانيو من هاد الميوباتي، ارتخاء العضلات بالعربيه، انهم كيخصهم كروسه. ملي خسرات لي ولينا لقينا مشكل باش شاريها لي انا في الاول، شريت الاولى شريتها ب 3,140,000 ريال، يعني ملي خسرات لي وما كتصايبش خسرت عليها 60,000 ريال، واش ممكن نشري لي واحد اخر وعندي واحد اخر صغير حتى هو غادي يحتاجها من بعد؟ كلم المسؤولين. كلمتهم فاطمه كلشي في اخبارها، مشيت حتى للعماله، سمعت بان جايبين مثلا كرارس من برا على حساب المتمدرسين، يعني باش يعاونوا. وانا واخا انا مثلا قدرت نشريها لي واحد النوبه، ما قدرتش نشريها، ولدي باغي يقرا وهذيك هي رجليه، واش صافي داك الدري فهمتيني؟ مشيت حتى للعماله قال لك لا، المهم معليش ما خصناش نبقى نهضروا في هاد المشاكل، نهضروا كأم زعما فاش كتعني. ملي ولدي ولا جالس وكيقول لك بغيت كروسه وكنجري وداك الشيء، في الاخر شريتها ليه، كنشوف انا ام اخرى ما عندهاش باش تشري ليه. ما تشوفيش هاد التكريم هذا انه تكريم كيحفز الامهات؟ مزيان التكريم هذا، راه بحال تشجيع علينا، بحال المهم كنعرفوا بان كاين واحد الاهتمام، واخا مع بعضياتنا هكا عندك الامهات مساكن اللي كيعانيوا من هذه المعاناه. المهم مره مره يديروا التكريم واخا باش يطلعوا لنا المورال شي شويه فهمتي. كنشكرهم بزاف والله العظيم، كنشكرهم الله يعاونهم، وخصهم حتى هما اللي يساعدهم باش تبقى الجمعيه عندها واحد الاستمراريه. الا ما لقاتش مساعدات من الدوله ومن هذا سمو راه ما غاتكونش عندها استمراريه، حيت هما مساكن شنو نقول لك كيديروا مجهود ومحتاجين، وخص الدعم من الدوله. وانا امشي له على رجلي بالله.